اجي هسه الى سلايد اللانج. اللانج تتالف من ملايين النفاخات اللي يسموها الفيولاي. فلما اني اجي اقص مجموعه من ملايين النفاخات كروس سكشن او حتى لو لونجيتودينال، فرح يطلع لي مليون دائره فارغه، ملايين من الدوائر الفارغه اللي هي الالفيولاي. فهذا المنظر هو منظر اللانج تحت المجهر. زين، هاي الدوائر، هاي الفيولاي الفيولاي الفيولاي، تمام، هاي كلها لانج. واللي مطلوب من عندي انه اشوف بيناتهم اكو سبتم، اكو جدار. هذا السبتم يسموه انتر الفيولار سبتم. انتر معناها بتوين، فهو يقول انه العازل بتوين الالفيولاي. وهذا المطلوب من عندكم، بس من دكتور عبد الجبار بس هيك كتب. ف هاي الالفيولاي، منو اللي راح يجيب لهم الاير، الهواء اللي راح يجيبه لهم؟ هسه هاي الالفيولاي، مو صحيح، هاي الالفيولاي وهاي الالفيولاي ثاني. الالفيولاي مفتوحه على داكت يسموه الالفيولار داكت، وهذا الداكت يجيب هواء من هذا اسمه ريسبيراتوري برونكيول. ريسبيراتوري برونكيول هو البرونكيول، الشعبة الهوائية اللي تكون بتماس مع الالفيولار داكت وتكون مفتوحة. فأني وين ما شفت برونكيول مفتوح نصه على داكت أقول هذا اسمه ريسبيراتوري برونكيول. أوكي زين، هذا ريسبيراتوري برونكيول مفتوح على الالفيولار داكت. اشوف هنا تجمع من النقاط البنفسجية، فهي لمفويد فوليكل ويرمزوا لها بالت. بالت هو يعني حروف مال كلمة كلش طويلة مختصريها، ما هي اسمها بالت كتبوهج. وهذا الصفحة، هذا ارتري، وهذا السلايد. هذا هو الريسبيراتوري برونكيول مفتوح على الالفيولار داكت اللي تؤدي الى الالفيولار ساك. هذا هو ارتري هنا، وما ننسى الليمفويد فوليكل هاي اللي اسمها بالت. نهايه انه هذا تيرمينال برونكيول وهذا ريسبيراتوري برونكيول. فالريسبيراتوري برونكيول هو عباره عن تيرمينال برونكيول بس الجدار مالته مفتوح على الالفيولار داكت.